أهلا بكم من جديد. سأكمل اليوم معكم سلسلة الذكاء الصناعي. نحاول في هذه السلسلة تقديم معلومات كافية من الممكن أن تساهم في تعميم الفائدة. قم بتجهيز وتحضير فنجان قهوة أو شاي حسب الرغبة، وهلم بنا نتحدث عن الذكاء الصناعي. في عام 2018 أصبح الذكاء الاصطناعي حقيقة لا خيال، ولم يعد يحتل مكانا في عالم الثقافة الشعبية فقط. لقد كانت سنة 2018 بمثابة النقلة الكبرى للذكاء الاصطناعي، فقد نمت هذه التكنولوجيا بشكل كبير على أرض الواقع حتى أصبحت أداة رئيسية تدخل في صلب جميع القطاعات. لقد خرج الذكاء الاصطناعي من مختبرات البحوث ومن صفحات روايات الخيال العلمي ليصبح جزءاً لا يتجزأ من حياتنا اليومية، ابتداءً من مساعدتنا في التنقل في المدن وتجنب زحمة المرور، وصولاً إلى استخدام مساعدين افتراضيين لمساعدتنا في أداء المهام المختلفة. واليوم أصبح استخدامنا للذكاء الاصطناعي متأصل من أجل الصالح العام للمجتمع. هنالك سؤال في ذهني، ما الذي يجعل التعامل مع اللغة العربية في مجال الذكاء الاصطناعي أصعب من غيره؟ إن طبيعة اللغة العربية بما فيها من إبهام إملائي كما يحلو لبعض الدارسين تسميته، واختلاف بين المدارس اللغوية في قواعد الإملاء كالاختلافات بين المدرسة المصرية والمدرسة الشامية إذا جاز التعبير، وغنى اللغة الصرفي وطبيعتها الاشتقاقية، واختلاف اللهجات العربية واستعمالها في الشارع العربي، كل ذلك يجعلها عصية أو لنقل صعبة على الاستيعاب الآلي. وقد طرح مركز اللغة العربية في أبو ظبي في أثناء قمة اللغة العربية المنعقدة في يناير كانون الثاني 2022 أسماء برامج حاولت تخطي مطبات اللغة العربية قياساً بغيرها، وهي شات جي بي تي وو كامل تولز ونظام كاميليرا الذي يستطيع تحليل اللغة تحليلاً مباشراً وتلقائياً. سنكمل الحديث في الفيديو القادم. وانت تشرب قهوتك في فنجانك حاول أن تستفيد من التقنية وأن تفيد مجتمعك. طابت أوقاتكم.